هنا بهذا المكان عثر على عبد الرحمن من طرف أعوان الأمن بعد أن تخلت عنه والدتها. الساعة 8:30 كنا فايتين على هذه البلاصه، كي كملنا الدوريه حنا نفوت على هذه البلاصه التاليه، نفوت عليها غير قدام المستشفى، فوجدنا الطفل يصرخ باز يبكي في هذا المكان. انا قلت بالك باز مع امه ولا حاجه ولا حاجه، فتشنا لقيت باز واحده مسكين اونديكابي معوق. حالته السيئه استدعت بقائه تحت العنايه الطبيه بمصلحه طب الاطفال بعدما كان ذويه قد تركوا بجانبه نوع الادويه التي يتناولها. كيف فتشت البوسبوشه فيها وكاع لقيت انها شهاده طبيه من مصلحه الولاده تاع مستشفى بن باديس، والاوندونس تاع دواه شي يشرب شي ما يشربش، خاطش هذا الباز مسكين هذا الطفل اونديكابي كاع، اونديكابي حركيا ما يهضر ما والو. التحريات الاوليه كشفت ان الصبي كان مرفوقا بوالدته التي قصدت المستشفى ليلا، تنصلت من حنان الامومه ورمت بفلذه كبدها. لاجون تاعي قال لي بلي شت مرا دايره جلباب اسود وبالبوسوز جات عندها سقساتها، قلت لها بيدياتري وين؟ نعت لها بيدياتري. لقد نهى الله تعالى عن عادة التخلص من البنات في الجاهلية خشية إملاق، فكيف بهذه الأم أن ترمي فلذة كبدها لمجرد أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة؟